عاصف على الشاشه غادي يبانوا كل مره جوج ديال الصور. انا غادي نسولك سؤال وبغيتك تختار لي اكثر شخصيه تتناسب مع السؤال اللي غادي نعطيك. اوكي اوكي داك. الا قلت لك دابا غادي نهضروا على الجيران. جيراننا الشرقيين ولا جيراننا الشرقيين؟ عندنا بزاف جيران. لا جيراننا الشرقيين اللي مع الاسف عندنا معاهم بزاف ديال المشترك وبزاف ديال المشاكل مع الاسف. الا قلت لك اختار لي من بين هاد الزعماء افشل زعيم داز في تاريخ دوله الجزائر. واخا نعم. نبداو باول جوج مقترحات. الو بن بلا وبومدين. بالنسبة لنا كمغاربة أعتقد أن بومدين كان الأكثر إضرارا لا بالجزائر ولا بالمغرب. باش الإنسان يطرد رئيس دولة يطرد 45 ألف ديال البلد الجار ومنهم اللي تعزلوا على نسائهم اللي كانوا مزوجين بجزائريات وصيفطهم بوحدهم وخلاو المرأة والأولاد وخلاو التجارة والأموال الكثيرة استولوا عليهم ليه. فأنا أعتقد أن بومدين أسوأ رئيس ديال الجزائر اللي داز لأنه أولا خلق لنا الجبهات البوليزاريو ورسخ العداء للمغرب ضد الوحدة الترابية ديالو وكذلك طرد المغاربة وحنا عمرنا ما قدرنا أبدا ولو جزائري واحد أننا نسيئوا المعاملة ديالو. ولهذا يعني بن بلا يعني ظلم في بداية الرئاسة ديالو ودخل السجن وقضى مدة طويلة في حياته في السجن. ولكن بومدين كان فاشل كرئيس دولة لأنه ما رسخش ديمقراطية في بلاده وأساء إلى جيران. واخا نشوفوا الصورة الثانية كيتنفسوا على أسوأ رئيس دولة. بوضياف. سي محمد بوضياف للأسف دائما يعني كيبقى في يومي كنفكر فيه. علاش؟ لأنه هو شخص اللي عشنا معاه في القنيطرة. كان عنده مشروع ديالو صناعة الأجر في القنيطرة وكان كيجلس في واحد المقهى سميتو لو فيلاج كيشد الجورنال ديالو يحط القهوة ديالو كيعرفوه النخبة ديال القنيطرة كلهم كيعرفوا السي محمد بوضياف أنه رجل وطني كبير ديال الجزائر وكان عايش معنا في سلام وأمن وكان إنسان هادئ الطبع. لما كيكلموا شي حد كيتكلم بهدوء وكيعطيك رأيه الصائب والتاقب. فلما أصبح رئيس الجزائر يعني فرحنا صراحة قلنا هذا منا أصبح يعني ربما غادي يساعد على حل المشكل ديال بين المغرب والجزائر وتولي واحد الأخوة واللي تضامن. وإذا به للأسف يتم اغتياله من طرف أجهزة عسكرية ما كانتش بغى رئيس قوي الشخصية بحال بوضياف وما كانتش بغى إنسان ديال المبادئ كانت بغى ماريونيت أو كراكوز اللي تحرك وتلعب به وصدق رجل مبادئ ورفض فاغتالوه للأسف وكان كيعيش حياة آمنة في مدينة القنيطرة. إذن بومدين طبعا لحد الآن هو أسوأ رئيس دولة بالنسبة لك. مازال هو الأسوأ. طبعا بوضياف أنت كتعتبره بالعكس شخصية كانت متميزة. يلا نشوفه مع من غيت نفس بومدين. بوتفليقة. عبد العزيز بوتفليقة أولا هو نصف مغربي وعاش مرحلة ديال الدبلوماسية كرجل دولة مهم. عمل في الدبلوماسية بشكل مميز وكان عنده تقدير واحترام في الأوساط المغربية والجزائرية والمغاربية عموما. ولما أصبح رئيس دولة استطاع بنجاح أنه ينهي العشرية السوداء لأن العشرية السوداء كانت وبال على الجزائر بسبب القتل الشنيع وبسبب الفتنة اللي كانت قائمة. عمل جولة في الجزائر كلها بخطب قوية واستطاع يهدئ النفوس ويرسخ نوع من السلم الاجتماعي ولهذا كان اعتبره رئيس ناجح. يعني ناجح. أوكي. ولو أنه ما نجحش بسبب أنه بقى تابع للجيش فيما يتعلق بالعلاقة مع المغرب. لو أن بوتفليقة كانت عنده السلطة في الدولة والجرأة وما كانش عنده نظام عسكري يهيمن عليه أنا متأكد أنه كان غادي يمد الجسور مع المغرب ولهذا كيبقى بومدين لحد الآن هو الأسوأ. نشوفه آخر منافس البومدين وغنشوفه واش غيتفوق عليه في الفشل.